اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. المطبخ بتاعنا النهارده مطبخ مصري اصيل، ولكن بيجمع ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. هنقول ده تبذير؟ لا، ده تنوع بتكلفه قليله جدا. معانا من العدس تقريبا نص كيلو، هنعمل شوربه العدس بالطشه. مفيش مطبخ في العالم يبقى شوربه العدس في ايام الشتاء لازم تكون ضيفه عندنا. فمعانا عدس النهارده ونعمله بالطشه ازاي بطعم جديد. اكيد الشوربه دي مع بصل اخضر لطيف وجميل، هي دي مقومات الشتاء. معانا لحمه مفرومه النهارده تقريبا ربع كيلو، ولكن هنعمل نوع من انواع البطاطس، البطاطس المحشيه باللحمه والجبنه. البطاطس بتتسلق طبعا معانا على النار، وهنشوف ازاي نعمل طبق جديد للاولاد والاطفال بقيمته الغذائيه عاليه جدا، وهيحتويه بيض ويحتويه جبنه موزاريلا ويبقى لطيف وجميل. اما الحلو النهارده مفاجاه، الفطير المشلتت بيحتاج شويه غلبه، يعني نجيب العجينه ونعجنها وتتخمر ونفرتها ونشلتت ونعمل. النهارده هنعمل المشلتت جلاش، هنشوف نعمله ازاي حلو بالعسل لطيف وجميل. مكوناته شويه مكسرات حلوين عندنا في المطبخ مع عجينه جلاش، ولكن الافكار الطهويه والابتكار الطهوي هو ده اللي موجود معانا. هنستأذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير بعد المقدمة الجميلة الشتوية، أو هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للعدس المصري اللطيف الجميل، إزاي نعمله مع بعض كده في أيام الشتاء. ودايما العدس في أيام الشتاء بيبقى ضيف جميل وضيف عزيز، وفي كل البيوت المصرية والعربية بأشكال المختلفة وبالأطعمة المختلفة. معانا شوربة العدس النهاردة هنعملها بالطشة، مقاديرها على الشاشة. معانا عدس، معانا بصل أخضر ده طبعا أساسي معانا، ومعانا شوية بهارات حلوين، ومعانا كزبرة ناشفة مع توم، وحبيب العدس الكمون عشان الناس اللي عندها مشاكل مع القولون والانتفاخات. كلنا بنعرف البقوليات زي العدس زي الفول زي الحمص، الحاجات دي بتعمل مشاكل مع القولون، فمن نعم ربنا علينا معانا الكمون الحصى او الناعم المطحون الطازه الفريش بيعالج مشاكل الكولون. ولكن قبل ما اشتغل في موضوع العدس واعمل شوربه النهارده بتتكلم مصري، لازم نعرف ان العدس ده من الاكلات المصريه الموثقه ضمن موسوعه الاكلات الشعبيه المصريه اللي في العالم كله معروف انه من الارض الطيبه مصر. العدس بصل ثوم، عدسها وبصلها وسومها. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل العدس النهارده شوربه. مقاديرها على الشاشه شفناها مع بعض، انا هعملها في عجاله علشان معايا شغل كتير في الحلقه النهارده ومعايا مشلتت، فلازم ان انا اخد وقت كبير له. حله على النار ونار شديده. هنستخدم معلقتين زيت مع معلقه سمنه. معلقتين زيت صغيره ومعلقه سمنه حلوه. وانا بحب البصلايه اللي بتبقى مع شوربه العدس تبقى متحمرة شوية، ما تبقاش نية عشان ما تخطفش الطعم من العدس، فلازم أحمر البصلاية دي شوية قبل ما أنزل بالعدس. أنا واثق وأعرف جيدا وأعلم جيدا إن كل الأمهات المصريين وكل ست مصرية زي الفل بتعمل شوربة العدس بطريقة مميزة وبطريقة أحسن من الشيف، لأن إحنا طبعا اتعلمنا من كل أمهاتنا وعرفنا ازاي العدس بيتعمل بافكار جديده. ولكن انا بحب دايما اجدد من المطبخ واطور من المطبخ بافكار بسيطه وسهله. البصلايه يا امي لما تتحمر في معلقه سمنه وتاخد لون وننزل عليها بالعدس اكيد هتضيف طعم حلو للعدس، انما لو حطيتها نيه ما تبقاش لطيفه. انا مش بحبها تبقى نيه، ممكن انت بتحبها نيه. هناخد شويه توم كده ونحمرهم برده غير الطشه بتاعته. البعض بيضيف مع شوربة العدس جزر، طماطم، معلقتين رز، الحاجات دي كلها ده وارد، بس فكري كده تعمليها عدس وبصل بس كده وتوم. الثلاثي الحلو ده الجميل اللي ربنا أنعم علينا من نعمة الأرض الطيبة، البصل والتوم والعدس في قلب الحلة مع معلقة سمنة حلوة كده أو معلقة زيت اختياري. أنتظر على البصلية كده ما تديني ريحتها الحلوة. يا داخل ما بين البصلة وقشرتها مينوبك إلا حلاوتها. شفت التقليبة دي؟ مهمة جدا، خلي بالك. ناخد العدس بتاعنا الحلو ده كده زي ما هو، ولكن بنجيب العدس من عند الراجل العطار
يتجاب ونبص على شكل العدس يبقى لطيف وجميل ما يبقاش متخزن بقاله فترة طويلة، ويتغسل بمية ساعة مرة اتنين زيه زي الرز، ما يتغسلش بمية سخنة. مش العدس الأسمر ده، خلي بالك العدس الأسمر شفناه الأسبوع اللي فات حطيته في مية مغلية علشان أعمله بالخضار اللي عملناه بالطاجن، ولكن المرة دي العدس معانا أصفر بيتغسل بمية ساعة بالشكل ده كده ويتصفى من المية بتاعته ويبقى معانا حلو كده. كهرمانة هناخد العدس ننزل بيه على البصلية الحلوة ده كده أهو. أنا لا أحط لا جزر ولا رز، هعتمد على طعم العدس. الله، ده لونه على الشاشة يفتح الشهية. انتوا عارفين اللون البرتقاني اللي هو بتاع العدس ده كده بيفتح الشهية، يعني أنا جوعت دلوقتي. هنقلب العدس ده مع البصلية الحلوة دي كده والتومة والسمنة، يكون معايا مية مغلية من البراد بتاع الشاي اللي في المطبخ، يفضل ما نحطش مية ساقعة بقى عشان إيه نكسب وقت. فأنا معايا مية مغلية على النار، أنت عندك المية المغلية في البراد بتاع الشاي. شفت العدس بقى؟ طعم البصلية مع العدس هنا تتنافس مع التومة. الله، شفت الحلاوة دي كده؟ صورة العدس على الشاشة بتتكلم مصر. نقلب كده، اوعى تحط بهارات خالص دلوقتي من فضلك، والكمون ما يغليش مع العدس. الكمون بعد ما نخفق العدس وينضرب في الخلاط ويبقى شوربة بنحط الكمون في آخر حاجة خالص ونرفعه من النار. عايزة تستفيدي بمفعول الكمون وطعم الكمون وريحة الكمون، ده يتحط على طبق الفول بعد ما يطلع من النار ويتحط على شوربة العدس بعد ما يطلع من النار، ما نسيبوش لما يغلي. علل ولماذا يا عم الشيف؟ لأن الكمون لما بيغلى على النار كتير بيمرر، واحنا هنحط كمون كتير فمش عايزين مرار، ربنا يكفينا شر المرار. شايف الحلاوة دي كده؟ اهو زي الفل. هنحط المية المغلية. الله، اللهم صل على النبي، على النار كده، يلا بينا. هو ده زلزال في قلب الحلة. نعم يا غالي، احنا مش بنعمل شوربة بطاطس؟ بيقول لي ممكن نحط شوربة لحمة او شوربة فراخ. لا 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 خالص، انت مخرج شاطر بس سيب الطبخ لينا، دي مدرسة وانا مريض طبخ، يعني انا بعشق المطبخ جوايا جوا دمي فببدع فيه. دي لا شوربة فراخ ولا شوربة لحمة، زي ما هو كده. نسيبه على النار، نسيبه على النار، بس هنعمل حركة لطيفة كده واحنا واقفين مع بعض بنتسلى. الله، نشيل الرغوة البيضة دي كده. شفتي بدأت المية تغلى على طول ازاي؟ هو ده. عايزة طعم المستكة؟ هتدوبي فص مستكة وتحطيه، بس أنا عايز أعمله بالطشة اللي هي التومة والكزبرة، ومرة تانية نعمله بالمستكة، مرة تانية نعمله بالشعرية، مرة تانية نعمله بالرز، مرة تانية نعمله كشري اسكندراني رز وعدس وبيض مدحرج، مرة تانية نعمله برجر، مرة تانية نعمله كبيبة. كل ده من عدس، كل ده من العدس. شلت الرغوة دي كده زي الفل، بقى رايق وفايق حلو، ونسيبه على النار ونغطيه. اللهم صل على النبي. تمام، نخش على اللي بعده. أغطيها؟ فين العدس؟ العدس هو ده، نغطيه. إيه الحلاوة دي؟ هقلبه لك قبل ما نطلع الفاصل. شوف العدس بيتكلم مصر في قلب الحل. كهرمانة، اللهم صل على النبي. حلو قوي ده، 10 دقايق 5 دقايق هيكون استوى بعون الله. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ أنا معاكم. هنغطي العدس زي الفل كده، وتعالوا نخش على اللي بعده. وعايز أعمل بطاطس النهارده بطريقه جديده لاطفالنا وكبار السن. الاطفال هيقول لك يا ماما شوربه عدس، لان لسه الاطفال برضو ما يعرفوش البصاره والعدس، الاكلات المصريه الموثقه والمدرجه دي لازم نخلي ثقافه ولادنا في المطبخ. نقول لهم كانت تيتا زمان تعمل لنا كذا، كانت مامتو زمان تعمل لنا كذا. انا عايز الجو ده، ليه؟ الاولاد بيرسخ جواهم الزمن الجميل بتاع امهاتنا واجدادنا والاصول المصريه والمطبخ المصري. فهنعمل لكم النهارده يا اطفالنا يا حلوين البطاطس
نشوف نعملها ازاي، محشيه لحمه وجبنه. مقادير على الشاشه، معانا لحم مفروم تقريبا ربع كيلو للامانه وانا صادق معاكم، معانا جبنه موزاريلا، معانا بطاطس تقريبا كيلو ونص اتسلقت بالقشره بتاعتها وهرسناها لسه سخنه اهي وتتهرس بالشكل ده كده، ومعانا بيض مسلوق، معانا بصل اخضر، ومعانا توم، ومعانا شويه شبت، ومعانا شويه بهارات من الملح والفلفل. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، ومعلقتين بقسماط للامانه. حلو الكلام؟ طيب البطاطس معايا جاهزه زي الفل. اول حاجه خلونا اعصج اللحمه، اسويها يعني معصجه، باخد طاسه كده على النار. ايه الاخبار هنا؟ الله اكبر. نخلينا هنا ونحط معلقه زيت، وعلى ما نجهز البطاطس نجهز اللحمه المفرومه. عشان اعصج لحمه مفرومه الطبيعي بنحط بصلايه وتومه ونعصجها على النار، وانا بحب البصلايه بتاعت اللحمه المفرومه متحمره، فعلشان احمرها سريعا واكسب وقت بحط معلقه زبده، وده اختياري. معاك الوقت في المطبخ مفيش مشكله، بس الزبده دي بتساعدني في تحمير البطاطس البصلايه. حلو، ونمسك البطاطس الحلوه دي كده نحط عليها شويه الخضره الحلوين دول، بقدونس. شوف ازاي بقى هعمل بطاطس بطريقه جديده. معانا بيض، حلو، بنبني الهرم الغذائي هنا، بروتين، نشويات، خضروات، كل ده في البطاطس. البهارات بتاعتنا شويه بابريكا حلوه، شويه بهارات حلوين كده، شويه كركم حلوين، كل ده على البطاطس. ملح وفلفل، حلو، ملح وفلفل، تتبيليها كده. والتتبيله دي اختياري خلي بالك، يعني انت ممكن في نوع من انواع البهارات مش حباها مفيش مشكله. دي زعتر. في المقادير معانا بقسماط، بناخد حفنه من اليد بقسماط، حلو، ونقلب كل ده يا عم الشيف مع بعض بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بطاطس مع بيض مع بقسماط مع شويه حب. ايه هو الحب يا شيف؟ بهاراتك الحلوه وحبك للمطبخ، فبتبدعي دايما الاكل، ويقول لك نفس فلانه بنت فلانه علمتها المطبخ، نفس فلان كذا. النفس اللي هو ايه؟ الحب، الاهتمام، المزاج الرايق وانت في المطبخ بتعملي الحاجه وانت رايقه كده ومزاجك رايق. شفت البطاطسايه اهيت؟ خدت البيض وخدت البقسماط وخدت البهارات، حلو زي ما انا شغال كده. الله، وعجنها كويس واتاكد ان هي مهروسه جيدا. دي عجينة لطيفة وحلوة. كمان بالشكل ده كده. دي فيها كل العناصر الغذائية، نشويات، كربوهيدرات، من نعم ربنا علينا النشويات بتاعة البطاطس تمتص السموم اللي موجودة في الجسم، فعشان كده احنا كلنا اتفطمنا عليها. حد يقول لي كده في طفولته البطاطس دي ما كانتش هي الوجبة الرئيسية بتاعته؟ واحنا شباب برضه واحنا كبار برضه، بس كل سن استخدامنا للبطاطس لازم يكون ايه؟ بشكل مختلف. يعني مثلا واحنا صغيرين واطفال نحب البطاطس المقليه، كبرنا شويه ناكلها مشويه، كبرنا شويه ناكلها بوريه مهروسه مثلا، ممكن بدون زبده بدون حليب، معلقتين زيت زيتون مع بطاطسيه مشويه كده مع شويه خضره، احلى طبق سلطه. شفت البطاطس في ايدي حلوه ازاي؟ زي الفل. هخليها كده لسه ليها فيها شغل تاني. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف اخبار اللحمه المفرومه ايه. بصلايه حلوه، تومه حلوه، بص عليها كده، نبص عليها مع بعض. البصلايه نحط عليها شويه فلفل، شويه بابريكا، لحمه معصجه. لو انت عندك في الثلاجه لحمه معصجه تبقى ريحتيني. نقلب البصلايه كده، معلقه زعتر حلوه. شفت المطبخ وحلاوته؟
العدس هنا صوته عالي في قلب الحلة، نبص عليه، ايه الجمال والحلاوة دي؟ بص شوف العدس في قلب الحلة عامل ازاي؟ شفت البصلاية خدت لون ازاي؟ ننزل باللحمة المفرومة دي كده، ممكن يكون دجاج مفروم، ممكن يكون سجق، زي ما انت عايزة. الحشوة دي حسب الرغبة، اختياري. انا عاملها النهاردة باللحمة المفرومة، عايزاها في يوم تاني بفراخ اهلا وسهلا، عايزاها في يوم تاني بسجق اهلا وسهلا، عايزاها في يوم تاني بكبد فراخ او كبدة متقطعة كاسكندراني اهلا وسهلا. التوبنج او الحشوة اختياري. هنمسك اللحمة دي نعصجها يا عم الشيف كده، حلوة تعصيجة حلوة. واستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف المطبخ بتاعنا النهارده بيتكلم مصري لوجود العدس المصري في قلب الحله مع بصله وتومه. هناخد شوربه عدس بالطشه، معانا نوع من انواع البطاطس النهارده محشيه لحمه وجبنه لاطفالنا الحلوين وكبار السن. ما ننساش النهارده المشلتت بطريقه جديده بالمكسرات والعسل، ويجعل ايامكم عسل يا رب. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. التفاصيل الصغيرة دي اللي أنا أقصدها في كلامي إنك أنت بمقادير في متناول الجميع، بمقادير بسيطة وسهلة تقدري تجددي من المطبخ بتاعك وتعمليه بأفكار بسيطة وسهلة وكل يوم حاجة جديدة. خلينا نبص على العدس بتاعنا الحلو اللي عاجبني لونه وجماله. شايفة الحلاوة دي؟ أهو بس ده بيستوي على النار. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اوعى تحط بهارات، لغايه دلوقتي ما حطيتش اي بهارات خالص، هو العدس والبصل والثوم ومعلقه سمنه او معلقه زيت اختياري. نرجع للبصل، للحمه المفرومه بتاعتنا، عود ريحان في قلبها كده عشان تاخد طعم الريحان. بصله والتومه بهرتهم بشويه بهارات حلوين، واللحمه تستوي كويس، نسيبها على النار. ونيجي لموضوع البطاطس دي، الشيف المغازي شوقنا هيعمل ايه. زي ما هي الطاسه كده معايا الكاسرولة، معايا معلقه سمنه صغيره كده في قلبيها او زيت او زبده، بس يسمنه طبعا يبقى احلى بكتير. بنفرد السمنه كده في قلب الصينيه. ركزي معايا بس عشان انا بعمل كده ايه دلوقتي فن، برسم لوحه، فاللي بيرسم ده بيبقى كده عنده ايحاء كده يطلع الايه اللمسات الفنيه اللي جواه. خلي بالك، رشه زعتر، حلو. احنا ورانا حاجه، ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. اضحكي انا عارف. ها خلي بالك، انا الريموت كنترول ده من ساعه ما ببدا الساعه واحدة لازم يروح في مكان تاني خالص، في ابعد مكان في الشقه. ناخد البطاطس دي كده ونحطها هنا كده، ايدي في الميه. ناخد البطاطس دي كده، ايه ده يا شيف؟ ايدي في الميه. ناخد البطاطس دي كده ونحطها هنا كده، ايدي في الميه. نعم يا غالي، بلعب. بيقول لي كل شويه تحط ايدك في الميه ليه؟ عشان اسلك ايدي من البطاطس تبقى نضيفه كده وحلوه. ممكن يجي لي تليفون كده من حد حبيبي ارد على التليفون عادي. خلي بالك، حط ايدي هنا كده، ايدي في الميه. الله، واعمل كده، حطها هنا كده، ايدي في الميه. الله، يعني الصينيه دي تاخد سته واحنا سته ولا حد سبعنا. اه حلو الكلام، نشيل ده كده من هنا. اللحمه المفرومه جاهزه، شيل الميه دي من هنا خلاص. شوف انا بوسع لك الدنيا ازاي يا رايق، عشان تبقى الدنيا رايقه معاك. شويه بقسماط حلوين كده، حلو، واجي في النص كده
واجي اعمل الحركه دي كده في النص كده، واجي اعمل الحركه دي كده، كل واحد هياخد بتاعته ويطير يمسك التليفون بتاعه ويبدا ايه بقى يذاكر. دي فيها بقى هيبقى فيها لحمه مفرومه، فيها بيض، فيها جبنه موزاريلا. عايزه تحطي زيتون اهلا وسهلا. ليه حطيت بقسماط يا شيف؟ عشان ما يلزقوش في بعض. شفت ازاي اهو؟ واضغط عليها كده ممكن بمعلقه كده، بوسع يعني بعمل فراغ. شفت الجوده كده؟ حاجه كده زي البطاطا الكوريكيت بس بشكل تاني وبفكر تاني. ممكن المبتدئين في المطبخ، ممكن اللي عايز يعمل حشوات مختلفه، لان البطاطا الكوريكيت عارفين بطاطس مسلوقه بنفس الطريقه. معانا لحمه مفرومه نشيل الريحان منها، تتعمل في بقسماط وتتقلي في الزيت بعد ما تتحط في الفريزر شويه. ناخد اللحمه المفرومه دي كده نحطها هنا. شفت الجو ده كده؟ اه، بنبني الهرم الغذائي. دي لحمه مفرومه، ممكن تكون فراخ، معانا بيض مسلوق. دي هتحط بيض يا شيف، الاكله دي يحبوها الاطفال. ناخد البيض ده كده. ممكن على فكره البيض يتحط ني، اختياري زي ما انا شغال كده. اه، كلفتك حاجه؟ كل يوم بيض على الفطار يا ماما، كل يوم بيض على الفطار، بطاطس على الفطار يا ماما. هي بطاطس وبيض بس احنا بنقدمها بشكل جديد. لحمه مفرومه وانا شغال كده. مطلوب ان احنا نقدم الشكل الحلو ده كده. عايزه تحطي زيتون اهلا وسهلا، عايزه تحطي لبنه اهلا وسهلا. عايزه تقطعي البيض حلقات برجلات اهلا وسهلا. والاطفال يحبوا الحاجات دي على فكره. هنحط الجبنه الموزاريلا مع شويه ريحانة وشويه زعتر وندخلها الفرن. درجه حراره الفرن عندنا تبقى 180 بس، خلاص. حلو الكلام. عندي موزاريلا حلوه زي دي كده، احط عليها شويه بقدونس حلوين. شفت الافتكاسه بتاعت الشيف ده؟ بقدونس او ريحان مع سنه بابريكا حلوه، لان في بيض هنا فانا عايز الطعم، مع سنه فلفل اسود حلوه. ركزي معايا شويه عشان الموضوع ده مهم. مع قليل من الحليب. علل ولماذا ليه حطيت حليب يا عم الشيف؟ هي دي التركايه، هي ده الجديد. اه، بص شويه كده بس، خلاص. ليه الحليب يا عم الشيف؟ حد سالني السؤال ده. اجاوب، عشان قلب ابيض. الحليب هنا عشان يخلي الجبنه عمر طويل، يطول عمرها. قولوا امين. اه، حلو، ما تحمرش بسرعه. شفت التركيه الصغيره دي بتفرق بقى. اه، بتعملي بيتزا والجبنه بتسود منك وبتنشف منك، حط للجبنه الموزاريلا شويه حليب. بتعملي مكرونه بالبشاميل والجبنه بتسود منك وبتنشف بسرعه قبل المكرونه ما تستوي، تحطي شويه بشاميل على الجبنه قبل ما تحطيها على البشاميل وتحطيها على وش المكرونه. زي ما احنا كده شغالين زي الفل يا عم الشيف، هنوزع البهريز ده كده هنا وناخد الحلاوه دي والجمال والحلويات دي. عم الشيف مخرجنا الجميل كده يروق علينا ويدلعنا ويدلع الصورة الحلوة دي كده في قلب الفرن في درجة حرارة 180. عينيا، في درجة حرارة 180، ولكن لازم نظبط الشبكة بتاعة الفرن في منتصف الفرن
علشان النار تحتويها من كل الأطراف. يلا بينا، بالله عليك تجيب لي التفاصيل الصغيرة الحلوة اللي هي بدون تكلفة. بيض كل يوم يا ماما، بطاطس كل يوم يا ماما، ولكن لما نقدمها بشكل جديد وابتكار طهوي بالتأكيد طبعا هتعجب ولادنا. هنقفل الفرن بتاعنا ونرجع للمصري، العدس المصري بتاعنا، وهنخرج فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف المشلتة النهاردة حلو بالعسل، ويجعل أيامكم عسل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، آسف لصوت الخلاط. أنا حبيت طبعا في الفاصل لعدم الإزعاج إن أنا أضرب الشوربة بالهاند بلندر بتاعي، كان على أيام أمي رحمة الله عليها ما فيش الكلام ده. نقول الحقيقة كانش فيه خلاط حتى والله العظيم. أمال كانت شوربة العدس دي تتعمل إزاي يا عم الشيف؟ لازم الواحد يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الآخرين، بس اكتبوها كده على باب التلاجة، يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الآخرين. لا خلاط ولا هاند بلندر، كانت تتعمل إزاي؟ في مصفى ألمونيوم كده حلوة، العدس ده يتجف فيها بعد ما يتسلق كويس وتبقاش ميته كتيرة، ويتهرس بالإيد وحنان الإيد وحب الإيد والطعم الإيد أمهاتنا، وبعدين ينزل من المصفى طريقة عمل البصارة، وبعدين يتخف بالمية ويتحط على النار، وشوية حب كده معلية سمنة مع شوية ملح وفلفل وشوية شطة، أحلى شوربة عدس. حلو الكلام؟ شوربة كده جاهزة، طاسة على النار فيها معلية سمنة أو معلية زبدة صغيرة كده حلوة، اختياري برضو، ممكن تحط زبدة أو سمنة. حلو، على النار، معانا كزبرة ناشفة. شفت العدس بيغلي في النار ازاي؟ مخرجنا الجميل ربنا يسعد ايامك. مكعب زبده، فص ثوم، الله، الطشه بتاعت الشوربه دي لطيفه وجميله، الله، شفت العدس ازاي؟ فاير على النار، بيتكلم مصر على النار. استنى على التومه ما تديني الريحه الحلوه، انزل بالكزبره الناشفه، يا ويلي سنه بابريكا، دي التوابل بقى بتاعه العدس. انا خلوا بالكم في البدايه لا حاطط لا ملح ولا فلفل ولا كمون ولا اي حاجه خالص، شويه الكمون الحلوين، سنه بابريكا حطيت، للامانه هحط شويه كركم، والكركم مفيد للجهاز الهضمي وينقي الكبد من السموم. الملح بتاعنا نسينه، فلفل اسود قليل كده، ونقلب الخلطه الحلوه دي كده، الله. انا بعزمك على الشوربه دي يا مخرجنا، شفت التومه بقى وشعوتها في قلب التوابل والبهارات. تعالي بقى، عندك حد معاه مشاكل مع الكولون ومش عايز البهرجه دي ولا الجو ده، هتاخدوا له شويه شوربه على جنب كده، عليهم شويه كمون شويه ملح بألف هنا وشفا. كبير السن معاه مشكلة، مفيش مشكلة، ولكن خلونا نعمل الطريقة دي كده، ناخد كده، يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا شباب، هنا الله يرضى عليكم، أنا هنا، يلا بينا، هو ده. يا ويلي يا ويلي، هو ده. تعمل إيه يا عم الشيف؟ هنا العدس بيتكلم مصري. مش الملوخية وبس بنعمل معاه كده، العدس كمان من الأكلات الموثقة والمدرجة، مصرية ثم مصرية أبا عن جدا، أكلات من الموسوعة المصرية والشعبية. شفتوا بقى الحلاوة دي كده؟ أوه ده، الله، ألف هنا وشفا، زلزال، نقلب ونغرفها، اللهم صل على النبي. شوية شوربة مصريين، نغرف الشوربة بقى عشان نخش على المشلتت بتاعنا، عشان مفيش طايم عندنا. نعم، اختياري، عايز تحط طماطم، عايز تحط معجون طماطم، عايز تحط طماطم مبشورة، بس خليها عدس وبس بالله عليك عشان تستطعم العدس. ناخد الشوربة الحلوة دي كده، الله، يلا بينا. شوف الشوربة في قلب الطاسة، بص على الحلاوة،
عم الملاح العب، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده يا صبابين العدس، زيدوا حالاته. خلص الكلام، الف انا وشفا. لسه ما خلصتش بصمتك يا عم الشيف. هي دي، تعالوا مع بعض نعمل المشلتت في عجاله كده. انا عارف ان انتوا شطار في عمايله، احنا اتعلمنا المشلتت من ايد امهاتنا، ولكن تعالوا نشوفوا ايه الجديد في عمل المشلتت بعجينه جلاش مع شويه مكسرات. طالما اشتغل في حلو، برفع التوم والبصل واروق الكاونتر بتاعي علشان ريحه البصل والتوم ما تجيش في الحلو. واللي بنى مصر في الاصل حلواني ابا عن جد، واروق المطبخ بتاعي. وايه فكره الحلو ده يا عم الشيف؟ طاسه مدوره حلوه على النار، او حله زي اللي معايا دي كده، حلو الكلام. ومعانا شويه مكسرات حلوين، ومعانا عجينه جلاش، ومعانا شويه سمنه بلدي، بس سمنه حلوه عشان الفطير المشلتت السر فيه السمنه بتاعته. حلو الكلام. نعم يا حبيب قلبي، والله انت ابن حلال. بيقول لي البطاطس اللي في الفرن، رام انت عليها، انا هوريك صوره حلوه وبعدين نطلعها. يلا بينا نبص في الفرن في ايه. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اصحى معايا، ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ يلا يا باشا حطها هنا. الله اكبر، يلا مكانك هنا حلوه يا بطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس ولحمه وجبنه، بس قدمناها بفكر جديد وبشكل جديد. ايه يلا يا امي، قولي لي تسلم ايدك يا مغازي، ايه الحلاوه والجمال ده؟ ربنا يخليك ليا يا امي، ويطول لنا بعمرك يا امي، ويرحمك يا امي. رشه حب. تعالوا نشوف الفطير المشلتت هنعمله مع بعض ازاي. بالعسل، العسل ده معانا اللي هو الشربات، ممكن تجيبي عسل عادي زهرة البرسيم مفيش مشكلة. ادي المكسرات عندنا، وادي عجينة الجلاش، ومعايا طاسة على النار. طبعا العجينة لازم نحفظها كده في كيس او في ورقة بتاعتها عشان ما تنشفش منك. مش لازم بقى نعجن عجينة فطير والجو ده كله. حلو الكلام. هنجيب الطاسة دي كده هنا، ونحط فيها سمنة بلدي كده، غرقها سمنة. حلو. وناخد الجلاش بتاعنا الحلو ده كده، يا فندم هو ده اللي معانا كده، خلينا معانا اهو. حلو. نحط ده كده، ونحط ده كده. حلو تمام يا غالي حبيب هارتي. ده كده حلو. الله تمام. نيجي للمكسرات بتاعتنا، معانا تشكيله من المكسرات الحلوه دي كده. الله. معانا لوز يا مزاجه اللوز. الله. جيب لي التفاصيل الحلوه دي. معانا زبيب، ويفضل نقع الزبيب في قليل من الشربات قبل استخدامه. معانا جوز الهند، شيل كل ده. ده فطير مشلتت، اللي بالك شفت الحلاوه بتاعته زي الفل. تركات المغازي كالعاده. ايه ده يا عم الشيف؟ دي مكعبات من الزبده، نوعيه كويسه، تتحط كده مع المكسرات الحلوه دي كده عشان الفطيره تبقى ايه، نازله بتغرق حب. زبده مع الشربات حكايه. زي ما انا شغال كده، حلو. معلقه شربات حلوه. اللهم صل على النبي. يا سبابين الشربات كده،
الحال زي الفل. نقفل دي كده، واحنا بنقفلها كده بنلمس عليها بالسمنه البلدي. هنحطها على النار دلوقتي على عين البوتاجاز مش في الفرن. ناخد السمنه البلدي دي كده، ولا عجنت فطيره بقى ولا عجنت عجينه خالص. هتقولي لي دي صينيه جلاش بالمكسرات؟ لا، دي سمنه بلدي مغرقاها. هنشوفها دلوقتي، ناخدها على النار الشديده دي كده، ونجيب بقيه العجينه واحنا واقفين على النار اهو. الله، شفت الجو ده كده؟ سيبها لغايه لما تتحمر من تحت وتتقلب، تلاقي العجينه دي قرمشت معاكي وزي الفل. سمنه بلدي احنا شغالين كده، حلو لطيف وجميل، يقعد عندك يوم اتنين تلاته اربعه مفيش اي مشكله. تلمسي عليها كده السمنه البلدي، وزي ما قلت لحضراتكم سر الفطير المشلتت، سواء من المنوفيه سواء من الريف المصري. ليه المنوفيه يا شيف؟ لان في المنوفيه اشهر حاجه الفطير المشلتت، بصراحه مشهورين الامهات هناك بيعملوا احلى فطير مشلتت لوجود السمنه البلدي الجاموس الحلوه. يفضل السمنه البلدي تكون نوعيه ممتازه في عمل الفطير، لان بيجي لي هديه بصراحه من حبايبي في المنوفيه يعني. والله احلى فطير مشلتت. شفت ازاي كده زي الفل، اغرقها كده واسيبها. يلا بقى خلص الفطير، اغطيها ونروق البوتاجاز لمخرجنا، ونخلي الشربات على جنب عشان تطلع من النار تشرب شربات. ولكن على الفطير بتاعنا ما يستوي ونشوف تفاصيله مع بعض. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه النهارده مع بعض بتفاصيل صغيرة كده وبتكلفة قليلة. عملنا مطبخ متنوع، عملنا شوربة العدس بالطشة. أنا عارف كل الأمهات أشطر مني في عمايلها، وأنا اتعلمت شوربة العدس من أمي رحمة الله عليها. عملنا بطاطس بنوع جديد أو بشكل جديد، مكوناته بطاطس ولحمة وجبنة. بطاطس زي الفل، بطاطس ولحمة وجبنة، ولكن قدمناها بطريقة جديدة. بيقولوا لي في الكنترول ممكن نستبدل اللحمة المفرومة بأي حشو تاني؟ ممكن، ممكن نستبدلها بسجق بلدي، ممكن نستبدلها بفراخ مفرومة، بهوت دوج، بكبد، زي ما انت عايزة. العدس بتاعنا الحلو ده كده ممكن نقدمه برضو مع شعرية، نقدمه مع رز، زي ما انت عايزة. ولكن خلوني قبل ما انهي الحلقة ونشوف الفطير الحلو نتكلم عن افكار كتيره قوي للعدس، بما ان الشتاء خلاص بدا معانا وايام البرد. فاحنا معانا مشروبات او شرب لازم تكون موجوده في المطبخ بتاعنا، زي شوربه العدس. العدس عشان تاخد الطعم بتاعه ما يتغسلش بميه سخنه. انا حابب البصل الاخضر ده اقدمه، الله، مع العدس ده. طبعا انا جوعت، ها شفت البصل ده كده؟ لازم العدس ده يتغسل بميه ساقعه وبعدين يتحط على جنب. شفت البصل يتقدم ازاي؟ هو ده البصل ده، لما تقدميه بالشكل ده هتدعي لي رشه زيت زيتون وعصره ليمون. ليه يا عم الشيف؟ عشان البصل ده ما تشملوش ريحه. فكرت تقدمي البصل ده على السفره بتاعتك بالشكل ده كده، الجو اللي احنا نحط البصلايه سليمه ونقعد ناكلها كده مش لطيف. للامانه والله اللي بقوله لك ده للامانه عن تجربه. تاني، البصل الاخضر بالذات مع العدس مرغوب بقدمه كده مع زيت زيتون وعصره ليمون زي ما هو كده. ده الليمون بتاعنا اهو، ودي كمان طريقه جديده لتقديم البصل الاخضر. ليه ليمون مع زيت زيتون يا عم الشيف؟ عشان الطعم بتاعه بيبقى لاذع شويه وسبايسي للاطفال. كمان عصره ليمون، وتعلمنا من الشيف المغازل النهارده طريقه جديده لتقديم البصل الاخضر. بتحب الحار؟ ما تحرميش جوزك من الحار.
في ناس بتحب تاكل حار مع شوربة زيت زيتون، طبق سلطة، فلة زي الفل. ألف أنا وشيفها. نشوف الفطير المشلتت توصل لفين. النار مطفية يا خرش. الفكرة وصلت لحضراتكم؟ أنا ما بحبش حاجة تشغل راسي. الفكرة وصلت إن أنا إزاي أعمل فطير مشلتت على عين البوتاجاز. بجيب عجينة الجلاش، بغرقها في السمن البلدي، بحشيها الحشوة اللي أنا حبها زي ما أنت شايفها بتطلع معايا اهي. حلو. طبعا ما ينفعش اقلبها الا لما عجينه الجلاش تقول لي انا استويت من تحت. بتتقلب في صينيه مدوره وبعدين تشرب الشربات، تبقى لطيفه وجميله. نبص عليها كده. ايه الاخبار اهي؟ هنقلبها مع بعض ان شاء الله زي الفطيره اهي في قلب الصينيه اهي. طالما لفت معانا كده تبقى زي الفل في طريقه للسوا اهي. ده الفطير المشلتت. حلو. فكرته الجلاش بيشرب سمنه مع المكسرات بتاعتي، بحط عليها شويه شربات زي ما شفنا مع بعض، وفي الاخر بغطي العجينه بنفس عجينه الجلاش واغرقها سمنه بلدي. هنا بدي فرصه للجلاش يشرب السمنه البلدي دي، وهنشوفه دلوقتي مقرمش وزي الفل. يا لا احنا قدام، لو قدامي خمس دقايق هنشوفها باذن الله ونرضيكم ان شاء الله ونغرفها في السرفيز الحلوه. الله اكبر، نعمه. ولكن عجبني قوي شوربه العدس، وعجبني قوي للامانه البصل الاخضر. عايزين رغيفين عيش من ناصية الشارع حلوين، العيش الاسمر الحلو بتاعنا ده كده، والبطاطس الحلوه دي عايزه طبق مكرونه بالطباطي بيتقدم معاها، او طبق رز ابيض اختياري حسب الرغبه. البطاطس دي هتعجب ولادك لان هم هيخشوا جوه في تفاصيلها، هيلاقوا لحمه مفرومه، هيلاقوا جبنه ممكن تحط زيتون فيها، هيلاقوا بيض مسلوق، هيلاقوا البطاطس بالطعم المختلف الجميل. انا حطيت البيضه مع مكونات البطاطس المهروسه عشان تمسك وتديني الشكل الدائري اللطيف الحلو ده كده زي الفل. ايه الاخبار؟ نبص على الفطير بتاعنا. اي نعم ارتحت من العجين وتخميره العجينه وان انا افرد عجينه والجو ده كله، وعملتها بالجلاش، بس للامانه انتوا عارفين الشيف صادق معاكم، الفطير المشلتت مشلتت. طيب زي الفل. طب انا عايز اقلبها كده للامانه، حشر انا شويه، معايا مخرج بيقول لي عايز اشوفها. بتيجوا نقلبها كده ونصلي على الحبيب. ابا فين 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 يا عم الشيف؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي. مرزة يا مغازي لسه ما استوتش. المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى، بس هم الشباب عايزين يختموا لسه. دي المفروض ترجع للنار تاني تاخد تسويه من تحت. ما تجيبوها لي يا شباب، هنا اهي اهي. حلو الكلام. ده الفطير المشلتت بتاعي، بحط عليه العسل بتاعنا كده. الله، سامعين الصوت ده كده؟ حلقتنا النهارده ببساطه، مرونه، سهوله، تفاصيل صغيره ولكن الطعم كبير والشكل جديد. عملنا شوربة العدس، عملنا بطاطس بطريقة جديدة، عملنا فطيرة مشلتتة لطيفة وجميلة بتتكلم مصري. يعني رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.